طبعا استضافت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث الجنائي وإدارة الاتصال للشرطة العربية الدولية الانتربول مكتب المركزي قطر باستضافة هذا المؤتمر، وكان المؤتمر الأول لأول مرة ينعقد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الغش التجاري والسلع المغلدة والحماية الفكرية. شارك في هذا المؤتمر تقريبا 16 دولة وثمان دول كمراقبين، شارك فيها تقريبا 120 ضابط شرطة وأفراد من حماية المستهلك وإدارة الجمارك العامة. طبعا وزارة الداخلية تولي اهتمام خاص بحماية المواطن والمقيم في جميع المجالات، منها مجالات الصحة، وهذا الشيء مهم بالنسبة لوزارة الداخلية. انعقد المؤتمر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتمت فيه إطلاق أول عملية بعد انتهاء المؤتمر، عملية الشاهين، وكانت على مستوى الدولة. شارك فيها إدارة العامة للجمارك، إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكان لها صدى كبير على مستوى البلاد. تم ضبط عديد من المنتجات المغلدة، منها قطع الغيار السيارات والمواد الغذائية وبعض المستهلكات اليومية التي يستهلكها المواطن. كانت العملية بمشاركة من جميع الإدارات وبعض الإدارات وزارة الداخلية، وتم الاستفادة من هذه العملية في لجميع المشاركين وخاصة في حماية المستهلك وإدارة الجمارك. تم القيام بعمليات ضبط في على مستوى موانئ الجوية والبرية والبحرية، المناطق التجارية، المناطق الصناعية. كان لها صدى كبير بين الأفراد المشاركين وكذلك على مستوى المواطن والمقيم. طبعا عملية الشاهين من أهم العمليات اللي قامت بها وزارة الداخلية بمشاركة بعض الوزارات الدولة، منها إدارة العامة للجمارك وإدارة حماية المستهلك ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارية. احنا نرى ان توسع العمليات في المستقبل بمشاركة بعض الدول الإقليمية ودول الخليج العربي بالأخص، ومشاركة بعض الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذه العمليات المستقبلية. احنا نأمل مستقبلا ان تنعقد مؤتمرات مشابهة تشارك في عدد كبير من الدول وخاصة من الدول العالم، وإطلاق عدة عمليات في نفس الوقت يعني في مختلف المجالات، من الحماية الفكرية في مكافحة السلع المغلدة. نتأمل مشاركة أكبر عدد من الدول في هذا، وإحنا نرحب في أي مؤتمر ينعقد في هذا المجال لخدمة المواطن ومصلحة المقيم.